بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس أسامة طارق. إن شاء الله هنشرح سريعا التشيك بانشينج للفلات سلاب طبقا للكود الجديد 2018 باستخدام شيت الإكسل. إحنا عندنا في التشيك بانشينج عندنا خطوتين. لو البانشينج شير طلع انسيف تمام، بنلجأ طبعا احنا بنستخدم الاول الخرسانه زي في الشير بالظبط. لما كنا بنعمل شيك شير بنستخدم الخرسانه، طبعا بتكون الخرسانه ان كراك يعني هي من تتحمل اجهادات الشد، يعني الخرسانه لسه الاف سي تي ار بتاعتها بتساوي 0.6 جذر الاف سي يو. طيب افرض طلعت ان هي انسيف، بنستخدم الحديد هناك اللي احنا كنا بنستخدم الكنات هناك في الشير. طيب دلوقتي احنا عايزين نستخدم هنا ايه، برضو نفس الكلام في الكود الجديد، عايزين برضو نستخدم الحديد اللي هي برضو الكنات. طيب احنا الاول زي ما احنا متعودين هنعمل تشيك بالايه، بالخرسانة الاول اون كراك، يعني انا بفترض ان الخرسانة هنا معايا شغالة. طيب ما طلعتش انسيف، يبقى هنلجأ لمين؟ للحديد اللي هي بالكنات. طبعا الخرسانة هتكون هنا ايه، شرخت يعني كراكت. فاكرين انتوا في كنا بندرس الوركينج، مش انت بيبقى عندك ستيج 1 وستيج 2؟ ستيج 1 دوت بتبقى اون كراكت، يعني الخرسانة شغالة فوق وتحت في الضغط والشد وبدون حديد، بتتحمل إجهادات الشد بدون حديد. طيب دخلنا في الاستيج 2، لا الخرسانة كده شرخت تحت، وبالتالي هستخدم الحديد. الحديد هو من يتحمل إجهادات الشد. طيب احنا عندنا مثال من مذكرات المهندس ياسر الليسي اهو، مدينا الداتا بتاعتنا. الداتا هنا يعني الانبوت عندنا في الشيت الاكسل هتبقى الانبوت تمام، اف سي يو والاف يلد كل شيء، وطبعا سمك الايه البلاطه. يعني انت مش هتلجأ لخطوه اللي انت تجيب السمك اللي هي الاكسترنال بلل والانترنال بلل والقصه دي، هو بيديها لك جاهزه وبيدي لك شرط بيقول لك ايه معناه هنا، يعني عايز احقق المتطلبات المعماريه، يعني لا تحط لي لا دروب بانل ولا كولوم هيد، دولت مش مسموحين. يعني معنى كده ان لو الشير ما طلعش او البانشنج لو ما طلعش سيف، يبقى انت هتستخدم الحديد. وهو ده المقصد من الفيديو بتاعنا ومن الشيت بتاعنا تمام. بدي لك هنا ال FCU والاحمال الفلو كفر والوول كل شيء، وبعد العمود تمام حطيناه هنا اهي. شيء طبعا الوحدات في حاجه عايز انبه عليها، وهي ان التشيك دايما بيتعمل طبقا للكود بالوحده اللي هي النيوتن على المليمتر تربيع تمام. طيب هنا حطينا خلاص الداتا بتاعتنا، وانا هنا عامل الاكسل كي الانبوت اللي هي الداتا بقى اللي هي الموجوده هناك في المثال. عندنا الاف سي يو وعندنا الكفر هناخده 30، طبعا التي اس هي 28، الجاما الكونكريت والجاما ستيل زي ما احنا عارفين، والبيتا سواء بقى انتريور ولا ايدج او كورنر، وعندنا اللودز تمام. المهندس ياسر هنا افترض او جمع يعني ان الفلور كفر والول على بعضهم كده باتنين ونص، فطبعا هو الطبيعي ان الفلور كفر لوحده والول لوحده تمام. فانا حبيت يعني عشان طبعا يعني الطبيعي دوت، فقسمت مثلا الاتنين ونص على الاتنين. المهم يعني في الاخر ان الفلور كفر والول هتدينا اتنين ونص تمام، وادي اللايف. حطينا الداتا بتاعتنا، طبعا العمود بتاعنا هو انتريور
انتيريور كود، تمام، حسب هو بقى الاحمال اللي هي اللود كومبينيشن بتاعتنا اللي هي 16.5. طبعا البيتا بتاعتنا تبقى 1.15 والالفا 4، وادي الكفر اللي احنا افترضناه اللي هو 30. هو طبعا بيتاخد في البلاطات، الكفر بيتاخد في البلاطات من 20 ل 30 عكس الكاميرات، الكاميرات بتتاخد 50 لان طبعا الدبس بتاع الكاميرا كبير، تمام. وادي اللي حسبنا الاكتشوال بانشينج شير، تمام. انا طبعا دلوقتي انا شغال بالخرسانه فقط، اكتشوال بانشينج شير، لسه ما جيناش للخطوه بتاعت الحديد. حسبها طلعت في الاخر الاكتشوال بانشينج طلع 797.4. ايوه، إيه لما تيجي تشتغل على البرامج مثل الايتابس او السيف إيه بتطلع لك على هيئة رياكشن، هو ده يعتبر رياكشن، رياكشن الواقع على العمود، تمام، اللي هي دي 797.4، تمام. احنا بقى عايزين نحسب، هيجي بقى دور الشيت من هنا بقى، عايزين نحسب الاستريس. الاستريس يعني قوة على مساحة، تمام، زي برضو الشير بالظبط. الشير استريس كانت قوة على مساحة، بس هو هنا ضرب في بيتا اللي هي المعامل اللي بيعتمد على ايه، على مكان العمود، تمام. اهي ده اللي هو الاكتشوال بانشينج ستريس، تمام، اللي هو 1.41 زي ما المهندس ياسر لسه طلعه هو. طيب انا عندي اربع قوانين لحساب الالوبل بالبانشنج ستريس. طبعا انا لما بعمل تشيك بقارن ما بين الاكتشوال اللي هو الفعل اللي طلع لي في المساله، وما بين الالوبل ستريس اللي هو اللي موجود في الكود. الكود مديني في الالوبل بانشنج ستريس اربع معادلات او ثلاث معادلات وقيمه، بتختار الاقل. دايما القيمة اللي بتطلع أقل هي دي، تمام. فهنحسبها طلعت 1.29 أهي. نقارن بقى ما بين الـ actual stress والـ allowable stress، طلعت إيه؟ طلعت unsafe. طبعا الـ capacity ديت المفروض هي ديت، هو إيه معناها إيه هنا؟ معناها لما تيجي تقسم ده على ده المفروض تكون أقل من الواحد، زي هنا مثلا كده طلعت هنا اقل من الواحد. طبعا هي طلعت اكتر هنا من الواحد، يبقى unsafe batch. طيب يبقى هنلجأ لايه بقى؟ نلجأ للحديد. وانا قايل لك هنا في شرط موجود برضو في الكود بيقول لك لو التي اس اكبر من او تساوي 250 مللي هنستخدم الكنات. وهنا فعلا انا عندي التي اس بتاعتي هنا 208، يبقى احنا هنستخدم الكنات. طيب انا عندي في الحديد عندي خطوتين، اللي تشيك الاول ما بين لو في القطاع الحرج ما بين العمود مسافة دي على الاتنين من وش العمود هنا كده مثلا، واللي تشيك التاني لا هنا، اللي تشيك هنا دي على الاتنين من وش العمود. اللي تشيك التاني بقى من اخر كانة، من اخر كانة المسافة دي على الاتنين، يعني هنا بتعمل تشيك ما بين العمود والبلاطة القطاع الحرج دي على الاتنين من وش العمود، وبتعمل تشيك القطاع الحرج ما بين البلاطة والبلاطة من نهاية اخر كانة دي على الاتنين، تمام. بنحسب بقى حاجة هنا اسمها ايه بقى، كيو سي يو كراك، هي كده خلاص اعتبرنا دلوقتي ان الخرسانة ضعفت، تمام، وهنستخدم اللي هي 0.16 جذر الاف سي يو على الجاما كونكريت، تمام. طيب احنا دلوقتي حسبنا خلاص الكيو سي يو من خلال اللي هو الايه القانون ده، عايز تحسب بقى الكيو ستيل التيميت بانشنج اللي هي الجزء اللي هيتحمله الكائنات، تمام. عندنا من القانون بتاعنا
اللي هو اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو الكراكت اللي هي بوينت 12 ده، ديت الجزء دوت بتاع الكائنات. وقال لك شرط ان القانون لو يعني الشرط اللي ultimate punching crack تكون اقل من 0.45 جذر الف سي يو على جاما روت. تمام. هو هنا افترضنا ان عدد افرع الكانة، القصة بتاعت عدد افرع الكانة ديت اللي هي ايه؟ العدد افرع الكانات اللي بتقاوم الشير. انت عندك هنا الشير بيبقى هنا صفر وصفر قيمته يعني، يبقى انت عندك الضلع ده والضلع ده مش بيقاوم معايا، اللي بيقاوم مين؟ الضلع ده والضلع ده، ده اسمه افرع الكانة الضلعية اللي بيقاوم الشير. طيب انت دلوقتي عندك العمود محاوط باربع جهات، يعني مثلا لو نزوم هنا كده اهو، كان كان وكان وكان. طيب احنا قلنا ان الكانة الواحدة فيها فرعين اللي هما اللي بيقوموا الشير. طب انت عندك هنا فرعين وهنا فرعين وهنا فرعين وهنا فرعين، يبقى الاتنين في اربعة بتمانية، يبقى انت عندك طبعا افر. تمام. هنحط هنا مثلا تمانية. طيب انت هتستخدم اريا ستيل انهو؟ انا والله مثلا هستخدم اللي هي فاي 8 اللي هي مساحتها 50.3. تمام. وهنا هتحسب المحيط الحرج، هنحسب المحيط الحرج. حسبنا المحيط الحرج طبعا انت عارف من خلال اللي هي القصة بتاعت اللي احنا عملناها في الاول في التشيك بتاع الخرسانه. ارجع له انت طبعا في الورق وهتلاقيه بيتحسب ازاي. تمام. هو اتحسب طلع اصلا 2600. طيب انت عايز المسافه ما بين الكانه واختها قد ايه؟ حط لك ليميت ان اقصى مسافه ما بين الكانه والتي تليها تكون اقل من او تساوي دي على الاثنين اللي هي تي اس ناقص الكفر، طلعت لي هنا 125. طب هي طلعت هنا ان سيف بانش، طب ايه الحل؟ خلي بالك انت بتستخدم هنا الفيلد ستيروبس اللي هي اجهاد الخضوع للحديد بتاع الكانات 240. طيب يبقى احنا ممكن نزود بدل ما هو 240 نخليه مثلا 350 برضه ان سيف. طيب بلاش دي، نزود تاني يعني مثلا بدل ما هما 8 افرع هنخليها 16 برضه ان سيف. مساحة المقطع الحديد اللي انت مستخدمه بدل ما هو فاي 8 نخليه مثلا فاي 10 اللي هو كام؟ 78.5. طلعت معايا سيف بانش. تمام. نيجي للتشيك التاني اللي هو ما بين البلاطة والبلاطة، ما بين البلاطة والبلاطة. أنا عندي دلوقتي هو ده القطاع الحرج اللي هو المسافة دي على الاتنين من آخر كان. تمام. هنحسب هنا الإكس واحد والإكس اتنين أهو، هو دوت قالك من ال اتنين على الأربعة اللي هي ال سمول على الأربعة، وهنا ال اللي بيجر على ستة. اختار لي ما بين هنا وبين هنا القيمة بينهم، اخترنا مثلا واحد ونص، يبقى انت عندك واحد ونص. خلي بالك من السنتر للعمود، ومن هنا سنتر للعمود. تمام. انا هنا رسمتها اهي، واحد ونص من سنتر العمود، وهنا واحد ونص من سنتر العمود لغاية الآخر هنا اللي هي دي. تمام. هتطلع مسافة دي على الاتنين. طيب دي على الاتنين دي أعملها ازاي؟ سهلة، أوفست يعني بس هتعمل دي كده هنا الأول، ده لازم تعمل له جوين.
تمام، لازم تحوله البولي لاين الاول، وبعد كده اوفست دي على الاثنين يعني بوينت زيرو بوينت 125 تمام. هي دي هي هو ده القطاع الحرج ما بين اخر كانة اللي هي اللي هنا ديت المسافة دي على الاثنين. هنعمل هنا بامر ليست، امر ليست تجيب الاريا والبارامتر اللي هو المحيط. انا عندي هنا طبعا الوحدات بالمتر تمام. طيب انا جبت الاريا خلاص والمحيط، ممكن لو انت عايز تحسبها مانيوال بقى هتقطع بقى هنا المساحات تقعد تحسب تمام. نفس الكلام هتحسب الاكتشوال بانشنج ستريس. طيب انا دلوقتي هحسب اكتشوال بانشنج ستريس، بيقول لك ايه دبليو اس اللي انت جبتها من اللود كومباينيشن بتاعت الفلور كفر واللايف والقصه ديت في ال واحد اللي هي ال ايه ال بيجر في ال ال اتنين اللي هي ال سمول ناقص الاريا انسايد ذا بورد اللي هي الاريا اللي احنا جبناها اللي هي بكام؟ ستة اهي 6 بوينت كام؟ 791 تمام؟ اهي دي الاريا اللي احنا جبناها من خلال الايه؟ الكاد. وعندك كمان المحيط، انت جبت كمان المحيط تمام؟ المهم انت طالع لك الاكتشوال بانشنج ستريس كام؟ 692. طيب الاكتشوال بانشنج شير ستريس اللي هو من خلال قلنا اللي هي الايه الاربع معادلات او اللي هي الثلاث معادلات والقيمه الاخرانيه برضو المينيموم، احنا بنختار المينيموم اللي هو كام بوينت 32. هتقارن كالعاده الاكتشوال بالايه بالالاوبل، والله طلع ان الاكتشوال اقل من الالاوبل، اكتشوال اقل من الالاوبل اللي هو المسموح بيه في الكود، يبقى انا كده ايه سيف. طلع الاكتشوال اكبر من الالاوبل يبقى انت هتزود المسافه اكس، بس خلي بالك في حدود ايه، اوعى تنسى او تتعدى القيمه دي اللي هي 1.625. يعني انت مثلا طلعت لك 1.50 مثلا خليها 1.55 ما نفعتش 1.60 وهكذا. المهم ان انت لا تتعدى هذه القيمة. المهم في الاخر طلعت ايه؟ طلعت معانا سيف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.